طيب خلينا نشوف بقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي قال ايه لكاميرا 90 دقيقة. كنا موجودين هناك على فكرة، وكاميرا 90 دقيقة كانت موجودة. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية. هو مؤتمر معني بالبحث العلمي في مصر، كان مهم قوي نعرض على سيادة الرئيس الخطة القومية للبحث العلمي اللي احنا اشتغلنا عليها في اخر سنة. هي ببساطة ان احنا حاولنا نستغل الطاقات البشرية الهائلة في البحث العلمي مع البنية التحتية الكبيرة اللي موجودة في مصر، ان يبقى فيها بحث علمي موجه فعليا لخطة الدولة للتنمية. اشتغلنا على ان احنا نخاطب كل الوزارات المعنية، نعرف ايه المشاكل اللي ممكن البحث العلمي يكون يجد لها حل. كلمنا مع وزارة الصناعة، كلمنا مع وزارة الإسكان، مع وزارة النقل، مع وزارة الصحة، مع وزارة الإنتاج الحربي، وزارة الزراعة، وزارة الري، كل الوزارات المعنية بعتت لنا الاحتياج الفعلي من على أرض الواقع، وزارة البترول اللي ممكن إن إحنا كبحث علمي نساعدها فيه. وبناء على كده قدرنا نعمل خطة قومية، استراتيجية قومية واضحة جدا لاحتياجاتنا في الخمس سنوات القادمة، علشان ما يبقى البحث بتاعنا بحث مبني على الاحتياج فعلي وخطة واضحة. علشان نعمل كده لازم نربطه بخطة تمويل، فاحنا عندنا مصادر تمويل حكومية، وعندنا مصادر تمويل من الصندوق، وعندنا شركاء عالميين بيساعدونا في تمويل البحث العلمي، بالإضافة طبعا إلى جزء بسيط جدا من قطاع الصناعة. فإحنا في المرحلة القادمة هيبقى في تطبيق للخطة القومية للبحث العلمي، ونقدر نربطها بقواعد التمويل المختلفة، بقواعد الترقيات، بقواعد المنح والدرجات العلمية، علشان يبقى في تحفيز للهمم المصرية أنها كلها تعمل. في نهاية الأمر المستفاد في هذا الموضوع هو الدولة، لأن يكون في بحث علمي يحل مشاكل فعلية للمجتمع.